السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، بخصوص بعض الطبلات اللي هي ضعيفة، المضخمات اللي هي ضعيفة وما تفيدنا بأجهزة كشف المعادن. يعني أنت تسوي الطبلة وتطلع الطبلة ضعيفة، نفس هاي مال التلفزيون أو مالت أي مضخم عادي ضعيف، فلا ترميها، تحتاجها بأشياء هواي مفيدة. مثلا هسه، مثل إذا هاي الطبلة اللي موجودة قدامنا، ركبنا الكويلات مالتها عليها نفس طريقة كل مرة، يعني نستخدم واحد للريتيد. هسه انا راح افتح لكم الطبلة، اول مرة اراويكم طريقة الفحص. طريقة فحصها هي كالتالي: المسافة هسه اذا نخلي معدن صغير، لان الطبلة هي ضعيفة، نخلي معدن صغير عليها، راح نحصل اشارة بهذا الشكل مثل ما تشوفون. معدن يعني هو صغير لكن يحصلنا اشارة، نقدر نستخدمه بايش؟ يعني دفان اللي هي حجمها يكون كبير، الحجم مالها يعني بها، او الكنوز، او مثلا عن الالغام بهذا الشكل. اذا تشوفون المدى، يعني هسه هذا 10 سنتيمات، العبوا هاي القوطية 10 سنتيمات، يكشفها المجال كلش عالي، المجال هسه تقريبا من 30 سنتيم. الطبلة هي هاي ضعيفة لكن فادتنا على المستوى هذا، على 30 سنتيم يكشف ويأثر، فما يحتاج احنا نذب الطبلة. هذا البعد مالها، تشوفونه، يعني هاي بالنسبة للأجهزة الضعيفة. و يعني راويتكم يعني مثل هسه هاي تحسس بيها الريتد ماله، يتحسس لان عالي، والقوطيه مثل هاي او اللغم اللي هي مثل يستخدمونها بالجمعيات الانسانيه او العسكريه، بنشترون صفقات مع الاسلحه، من ضمنها كاشف الالغام اللي هي مليارات، بينما هو بسيط يعني جدا، صناعته كلش بسيطه وما يستحق كل جهاز 10,000 دولار، يجيبونه ب10,000 دولار. هاي طريقة صناعته، وهاي الطبلة اللي هي بسيطة جدا التكوينة. بس الفرق شنو الفرق اللي حبيت انوه عليه؟ هو انك تضيف مكثفات، 2 هاي المكثفات، واحدة تكون بهاي القيمة جي 630 فولت على 684، وهاي شوفها سي بي بي 21، هاي السيراميك العادية. والمكثفة الثانية اللي هي 1 مايكرو فراد، يتركب وياها هذا، واحد يقف 1 مايكرو فراد، ونسبة سماعة 5%، 50-60 هرتز، 400 فولت. هاي تتركب، ذن الاثنين يتركبون على التوازي، الربط مال هني يكون المكثف الأول والمكثف الثاني على التوازي، والربط عن طريق قطع واحد من الملفات، اما يكون هذا الملف الصغير او الكبير، لكن انا خليته على الملف ال 15 سنتيم ركبت عليه، هذا ملف ال 15، عفوا ملف ال 30، على ملف ال 30 سنتيم. هاي طريقة الكويلات، فتحت الاسلاك مالتها، هذا كويل وهذا كويل، هذا ال 15 وهذا ال 30، مشتركات 2 هذني. الربط ماله راح يكون هو المكثف على الكويل هذا الكبير، هذا اللي هو 30 سنتيم، هذا المكثف راح يربط عليه، يكمل الدورة مالته لهنا. هسه المشترك، هذا المشترك راح يربط على السالب، على البارد بهذا الشكل هنا، وراح اربط المكثف هذين الاثنين على الكويل ال 30 سنتيم هنا بهذا الشكل. الجهة الثانية مالت المكثفات راح اربطها على خط المايك، لان الكويلات ربطت 1 سماعة وواحد مايك، ذاك خط الريتد ما ربطت عليه هاي المرة، لان الطبلة هاي ضعيفة. اذا سمون الصوت ماله هذا الشكل ضعيفة، فربطت على المايك، مدخل المايك يكون اقوى، السحب ماله. فنربط هسه قلنا الجهة مالت المكثفات الثانية على المايك،
واحد مايك واحد سماعة، والمشترك هنا صار على البارد. هسه الكهرباء كملت شو اسمه الربط مال الكويلات، انا راح اراويكم شلون نبدي نعايرهن. تحرك بها قليل بهذا الشكل، طبعا اذا ما اشتغل اقلب الخط. هنا لما ندفع الكويل لقدام دفع لقدام يطلع صوت، طبعا هاي هنا الانخفاض وارتفاع مال صوت فاليوم وقامه متغيره، مخليها فوق السماعه حتى تتحكم بالصوت اذا بي ازعاج. هسه هنا الكويل من دفعه للداخل من اخالط الكويلات يطلع عندي صوت، وبالسحب يختفي. نقلب الكويل، ايش راح يصير؟ بالسحب للخارج يطلع الصوت، التحسس يزيد التحسس ماله، ومن ارجع الكويل اخالط الكويلات ينطفي التحسس. فهاي الطريقه هي الصحيحه اللي يتحسس بها اثناء سحب الكويل، نحصل على صوت. هذا الصوت هو صوت التحسس ماله. هنا بهالشكل اقلل للنص، طبعا هاي الطريقه هسه بمكان ما اقدم واخر به نسبه التحسس اقدر اشيل واحد من الاسلاك هاي واخلي عليه مقاومه متغيره، هنا اقدر اتحكم بالتحسس ماله. لكن هذا كشرح سريع على طبله، على عندي قريتات مضخمات مو قويه، وبهذا الشكل اذا تشوفون شلون يتاثر، يتاثر من بعيد الكاشف. هسه عليه الصوت، وايضا هاي الاجزاء الصغيره ايضا تتاثر، لكن القطع الكبيره تتاثر بشكل اقوى. القطع الكبيره بلاي ساي بهذا الشكل ما يطلع صوت، لكن بهذا الشكل يطلع، لان ويا الملفات وحركه الملفات واكثر شيء على السحب الصغير. فايضا هذا الفائده من عنده، هو نقدر نستخدم اذا مثل واحد عنده عقد ويا شركه عسكريه، يقدر يصمم كاشف الغام، او تقدر تستخدمه لكشف اي دفائن تكون بحجم كبير، او اي اشياء مثل صندوق او اي شيء بداخل الارض تقدر تبحث بيه وتكشف. لكن هذا هو الغايه من عنده هسه، انا وضحت لكم. تقدر تكشف بيه ايضا الكهرباء اذا مدفونه بالقاع، تقدر تستفاد منها بهاي الشغلات. بالنسبه للمضخم الضعيف، لكن المضخم القوي لا، نستخدمه كاشف معادن، نستخدمه كاشف ذهب وكنوز ودفائن وغيرها. لكن هذا كمثال مختصر سويته قدامكم، وطريقه ربطه شلون، وفائده المكثفات اللي خليتها اليه حتى نحصل على صوت. الصوت يكون قوي وواضح ومسافة 30 تقريبا 30 سنتيم بهذا الشكل للقطع الحديد الكبيرة أو غيره. شكرا لكم، شكرا لكل متابع لحد هاي اللحظة الفيديو. أي سؤال بالتعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.